السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله حضرت لكم فرض الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى متوسط. هذا الفيديو تاع اليوم هو النموذج الأول، ولا الفرض تاع اليوم هو النموذج الأول بالنسبة لسنوات الأولى متوسط. نبداو نحلو مع بعض الفرض تاعنا، ان شاء الله تفهموه مليح. ولا ما عند ولا عندكم اي استفسار اي سؤال خلوه لي اسفل الفيديو. اوكي، روحوا نشوفوا معنا النص تاعنا. بسم الله. هاي، اهلا. اي ام سارة، انا سارة، ولا انا اسمي سارة. اي جيت اب، انا استيقظ. at على 6 o'clock، على السادسة تماما. I wash my face، أنا أغسل وجهي. And و I have breakfast، وأتناول فطور الصباح. at على 7:15، على السابعة إلا ربع. quarter to هي إلا ربع. 7. I go to school، أنا أذهب إلى المدرسة. at على 7 o'clock، على السابعة تماما. okay. My sister، أختي. and I، وأنا. have lunch، نتناول الغداء. at 12:30، على 12:30. اوكي، على 12:30. I watch TV، انا اشاهد التلفاز. at على الساعة 7:30، على الساعة 7:30. in the evening، في المساء، معناتها 7:30 تاع العشية. then، وبعدها. I have dinner، وبعدها نتعشى، على الساعة at 8:45، على التاسعة إلا ربع. okay. I do my homework، ندير الواجبات المنزلية تاعي. at على الساعة 9 o'clock، على الساعة التاسعة تماما. I go to bed، أذهب إلى فراشي. at 10 o'clock، على الساعة العاشرة تماما. okay. what about you، ماذا عنك؟ okay. so هنايا سارة راهي تقولنا على daily activities تاعها، على حياتها اليومية، واش تنوض دير صباح، واش تنوض دير العشية، واش دير قبل ما ترقد، واش وعلى الساعة ترقد. نروحو نشوفو task number one، activity number one. تبع معايا هنا واش عندنا. I read the text، نقرا النص. and write، واكتب. the time under the right picture، نكتب الوقت تحت كل صورة مناسبة. هنا يا سارة راهي في كل مرة، وش هنا ترقد، هنا تروح للمدرسة، هنا تفرج التلفاز، وهنا تستيقظ. اوكي، دوكا روح شوف واش من الوقت ترقد، واش من الوقت تروح المدرسه، واش من الوقت تفرج التلفاز، وعلى اي ولا اي وقت تروح للفريش تاعها. روحوا نشوفوا اول شيء، نحوسوا عليها وقتاش ترقد. اوكي، هي مع التالي كامل. واش قالت لهم؟ I do my homework، ندير الخدمه تاعي at 9 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. 10 o'clock، هنا تحب تكتبها كيما راهي هكذاك، تحب تكتبها بالأرقام. هنايا at 10 o'clock، على العاشرة تماما. يعني الصورة الأولى نكتبو 10 o'clock، ولا اكتبها كيما راهي في النص 10 o'clock. متفاهمين؟ نروحو للخانة الثانية، على قداش تروح المدرسة تاعها. شوفو راهي رافدها المحفظة تاعها. I get up at 6 o'clock. I wash my face, breakfast. I go to school at 7 o'clock.
اوكي هنا تقدر تكتب like this 7 o'clock ولا اكتبها 7 o'clock متفاهمين ولا تقدر تكتب like this هذه ثاني صحيحة number 3 watch TV على قديش تروح تتفرج My sister have lunch. I watch TV at 7:30. Seven على السبعة ونص. 7:30. ولا إيه بصح هنا يا لازم تكتب بعد الزوال. مشي AM. اوكي بي ام نروحوا نمبر 4 هنا تستيقظ على قديش تستيقظ نشوفوها اي جيت اب جيت اب هي يستيقظ 6 اوكلوك على 6 تاع الصباح 6 اوكلوك اوكي ولا 6 او كلوك تفهمين؟ نشوفوا التمرين الثاني تاسك نمبر 2 I write true or false نكتب صح أو خطأ أوكي نبدأ الأولى سارة has lunch عندها الفطور تاع الغداء at 12 o'clock 12 على 12 بيل نروحوا نشوفوا وش قالت لنا I go to school. My sister and I have lunch at 12:30. يعني هنا الجواب خاطئ. أنا قلت لك 12:30. قلت لك على 12:30. أوكي؟ يعني الجواب تاعنا هذا راهو خاطئ. نكتبه false. ولا كتب هكذا F. أوكي؟ روحوا للثانية. At 9 o'clock على الساعة 9 سارة does homework. شوفوا الأسكو على 9 دير الواجب المنزلي تاعها. I do my homework at 9 o'clock. هنا الجواب راهو صحيح. وش نديرو؟ نكتبو true. Okay. نكتبو true. نروحو للسؤال number 3. سارة has dinner سارة تتناول العشاء تاعها are 9:15 على 9:15 روحوا نشوفوا lunch half then I have dinner at 9:15 9:15 اوكي هنا شوفوا واش قال لك 9:15 وهنا واش قال لك وراهي 9:15 هذه past معناتها ويقول لك 9:15 وهذه 9:15 معناتها 9:15 اوكي يعني هنا الجواب خاطئ false اوكي نروحوا للتمرين رقم 4 قال لك Match words and pictures. روح نو قبل معليش نديرو هذا بعد نروح للتمرين الثالث. ربعة قالك match words and pictures. كل كلمة أربطها مع الصورة المناسبة. هنا يا morning صباح night الليل afternoon بعد الزوال evening المساء. هاي ورا هي morning. مورنينغ وراهي صباح الشروق تاع الصباح هو هنا يعني احنا يا المورنينغ تاعنا وراه نديرو هنا كي تكون الشمس مشرقه اوكي هاي ليك مورنينغ نديروها دايركتلي مع هذه ومن بعد نايت نايت الليل في الليل يعني هاي ليك النجمه والهلال يعني مع هذه نربطوها معها عندنا نايت نربطوها مع هذه Afternoon
afternoon بعد الزوال مع 12 وروح وراهي بعد الزوال هاي ليك تكون الشمس في وسط السماء اوكي يعني هاي ليك هنايا afternoon ومن بعد عندنا evening معناتها من المغرب وروح رانا في المساء العشيه كامل اوكي وراهي هاي ليك الشمس راهي تغيب هنا الشمس راهي تشرق وهنا الشمس راهي تغيب اوكي يعني هنايا الشمس راهي تغيب هي evening متفاهمين الان نروحوا للتمرين رقم 3 نرجعوا للتمرين رقم 3 خاطرش درنا تمرين رقم 4 قبل ومن بعد نرجعوا للتمرين رقم 3 قال لك I choose the correct words نختار الكلمات الصحيحه واش تقول I wash my teeth نغسل اسناني in ولا at the morning في الصباح واش نقولوا هنايا نقولوا in the morning هنا كي يعطي لك morning night afternoon evening دائما نديرو in كي يعطي لك الوقت وقت يقول لك على الساعه 7 على الساعه 10 على الساعه ما على بالي شحال ديروا at هنا ما عطاناش الساعه عطانا يعني الفتره الزمنيه نديروا in اوكي يعني هنايا نختاروا هذا هو الجواب الصحيح وهذا نديروا عليه cross اوكي نروحوا عندنا ويليام هذا اسم طفل نقول ويليام ريد ولا ويليام ريدز بوكس هنا كي يكون عندك اسم طفلة ولا اسم طفل يعني اسم مذكر ولا اسم مؤنث ولا اي شيء يدل على انسان ولا هي شي ات تيتشر بوليسمان اي حاجه لازم الفعل تاعنا يكون يخلاص بالاس اوكي يعني هنا الجواب الصحيح هو هذا والجواب الخاطئ هو هذا اوكي هنا عندنا شي نفس الشيء شي هي راهي تدل على انسان لازم الفعل تاعنا يكون يخلاص باش بالاس نختاروا هذه وهذه هنا عندنا في زوج يخلصوا باس بالصح كي تكون الفعل تاعك يخلص بالاو لازم نزيدوا له اي اس اوكي ماشي اس يعني هنا هذه هكا اس هذه الجواب الخاطئ وهذه الجواب الصحيح متفاهمين نقولوا she goes روحوا للتمرين الموالي عدنا I complete the dialogue with راني راح نكمل الحوار تاعنا بين الزوج بنات هذو بوش at what time على أي ساعة in في at على when متى أوكي نقرأ الديالوج وبعد نشوف وين نحط هذه الكلمات المناسبة وش نقول وش هي تقول تقول hello منى بعد كحاجة هنايا Do you go to the zoo؟ يعني هذا شغل هذا الفراغ ما موجي هنا احنا كيما كفاتناش كتبنا هذه Do you go to the zoo؟ بعد كهي تقولها The afternoon بعد تعاود تسألها Do you go؟ بعد تقولها 4 o'clock هنا أول شيء باش نجو نكتبو السؤال لازم نقرأو الجواب هنا تقولها the afternoon وانا واش قلت لكم كي تكون عندكم فتره زمنيه afternoon morning evening الى اخره هذو هما لازم نديروا قبلهم in the afternoon اوكي هنايا نكتبوا in the afternoon تفهمين ومن بعد عندنا 4 o'clock 4 o'clock الرابعة تماما قلت لكم كي تكون يهضر لك على الساعة الوقت محدد الرابعة ونص ثلاثة ونص ثلاثة غربع إلى آخرين نحطوا قبلها at يعني هنا يكتب at in the afternoon at 4 o'clock تقرحوا وش بقانا when متى وبقانا at what time دركا وراهي اللي راهي تهضر على الوقت المحدد وراهي هي هذه معناتها السؤال تاع هذا نقولوا at what time على اي ساعه هو تقولها على الرابعه اوكلوك يعني at what time تجي هنا
على خاطر at at تبدأ بات وتخلص الجواب بتاعها بات at. What time do you go؟ على أي ساعة راكي رايحة؟ بعد هنا وش تقولها؟ هلو منى. بقات لنا كلمة واحدة اللي هي when. قلت لها هلو منى when do you go to the zoo؟ وين تتروحي؟ متى تروحي للزو؟ تقولها نروح ليه مع العشية. بعد تقولها at what time، على أي ساعة do you go تروحي؟ تقولها at 4 o'clock. متفاهمين؟ هذه هي التمرين الخامس. الآن نروحوا situation of integration. قال لك these are the daily activities of Amin. هذه هي الأيام ولا الحياة اليومية تاع أمين. أوكي؟ write a paragraph about them، يعني اكتب فقرة على هذو النشاطات اليومية تاع أمين. أوكي؟ أمين أو يهدر ويقول هاي ولا يقول I am أمين وبدأ. عندنا النشاط الأول اللي يديرها get up 6:30، يستيقظ على 6:30. have a breakfast على 7، يدي يشرب القهوة تاعو على 7. go to school على 7:30، يتغدى على 11:45 دقيقة. play football على 2:30. do homework على 8 و go to bed على 9. اوكي نبدأ. هنا قالهم I am أمين. نكتبوا احنا الوضعية تاعنا على النشاطات اليومية تاع أمين. وش راو كاتب؟ خلو زوج مربعات ونكتبوا I am أمين. كاين النقطة بعد كاتب لك I. وش تدير انت؟ اكتب هذه الوضعية، هذه ديرها في جملة. I get up على الساعة واش؟ لازم قبل الساعة نكتبو at، نكتبو I get up كما عطاوها لنا ونزيدو قبلها at. اوكي at 6:30. كيفاش نقولوها كيفاش نكتبوها بالحروف؟ at 6:30، at 6:30. كاين طريقة واحدة أخرى أسهل منها اللي راهو حافظ الأرقام كيفاش يكتبوا. شوفوا كيفاش يكتبوا، يكتب يقرأها يقول 6:30. كاين بعض الأساتذة يقبلوها، كاين بعض الأساتذة ما يقبلوش. أنا بالنسبة لي هذه نقبلها وهي صحيحة. أصلا دوكا الدراسة الحديثة باش يقرأوا الساعة راهم يقرأوا هكذا، راهي 6:30 دقيقة. يقولوا في بلاصة ما تكتب 6:30 تقدر تكتب at 6 وزيد مراها 30، على 6:30 دقيقة at 6:30. هذه صحيحة فول ستوب نقطة. ومن بعد هنا وش قلنا؟ أنا أستيقظ على 6:30. وبعد وش نكتب؟ شوف بديناها بالفعل وبعد روحنا للتايم. دركا نقلبوها، نبدأ بالتايم ونروحوا للفعل. نقولوا على 7 at 7 o'clock فاصلة. وش تدير أنت على 7؟ I have my breakfast. I have my breakfast. متفاهمين؟ تزيد نقطة. ومن بعد روح على 7:30 كما قلت لكم ديروا. وش تروح؟ I go to school. اكتب أذهب إلى المدرسة على 7:30. I
go to school at 7:30. ولا كما قلت لكم الطريقة الأخرى هي 7:30. أوكي at 7. مام كاين بعض الأساتذة حتى تكتبها له عادي هكذا، ما على باليش أنا أسكو يقبلوها ولا ما يقبلوهاش، مانيش عارفة. أنا بالنسبة لي نقبلها 7:30 وربط معاها ونتناول الغداء تاعي على 11:45. and I have my lunch at 11:45. نكتبوها at a quarter to 12. ولا نكتبوها at 11:45. okay at 11:45 معناتها 11:45. نديرو نقطة. بعد قال لك يلعب فوتبول على 2:30. واش نقولوا؟ نقولوا اي ولا قلبها، نبداو بالتايم ات هالف باست 2 ولا at 2 sorry نكتبها بالحروف خير 2:30. واش ندير at half past 2 فاصلة I play football. نقطة. بعد بقات لنا ندير الهوم وورك تاعي على 8 ونروح نرقد على 9. هذو نديرهم في جمله. نقولوا I do my homework at 8:00 and على الساعة 9 and at 9:00 فاصلة I go to bed. نقطة. تبع معايا مازال ما كملش، راح نقولكم على بعض النقاط المهمة. هنايا في هذه الوضعية أمين راح يتكلم على روحه، ولا أنت كي تكون تتكلم على روحك دائما بعد كل نقطة لازم تكتب لي I. يعني هنا وعطي لك معلومات، عطالك daily activities النشاطات اليومية، لازم مع كل نشاط تكتب I I I I I I أنا 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 أنا. أوكي هاي لك I get up at كذا والوقت، وقبل الوقت لازم تكتب at. هذو هما المهمين. شوفوا لازم في بداية الجملة تكتب I وبعد الفعل اللي عطاه لك وبعد at لازم تكتبها قبل الوقت. أوكي هاي لك I at 7:00 I وراني at half past 7 وبعد بداية جملة أخرى I at هاي لك at قبل الوقت I بعد at بعد I و at هاي لك معها. تفهمين؟ لازم هنايا كامل تستعمل قبلها، هنايا at الفوق هنا at وقدام الوقت at.
I at. I بعد قبل الوقت at. متفاهمين؟ هذا هو كان الموضوع اللي اقترحته لكم اليوم، كان أول موضوع، وإن شاء الله أنا راح نزيد إليك إلى بقدرة الله، ولا قدرني الله سبحانه وتعالى أنا رايحة نزيد ندير لكم فرض آخر. أوكي؟ إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لي لايك، وإلا عندكم أي أسئلة اقتراحات خلوهم لي أسفل الفيديو، وراني ننتظر في تعليقاتكم، واللي جاوا معنا جد ما ينساوش يديروا لايك ولا اشتراك بالقناة، واللي مشتركين معنا ما ينساوش ثاني يفعلوا الجرس باش يدخلهم كل مرة جديد. هذا وش عندي لنهار اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.